ونتمنى أن نجتمع سويا إن شاء الله لنصلي سويا في هذا المسجد وفي باحات المسجد الأقصى الكبير إن شاء الله. أنا إمام مسجد استقلال أندونيسيا الكبير، أود أن أسجل شكري لمؤسسة باعث الأمل لبناء هذا الصرح العظيم، هذا المسجد الكبير، وشاكرا لكم جهودكم ونفقاتكم وصدقاتكم. ونحن في تشطيب، في مرحلة التشطيب النهائية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتم على أحسن وجه وعلى أكمل وجه. نشكر لكم هذا الجهد الكبير وهذا العطاء الوفير.